هيدا أجر أبطال Game of Thrones بالحلقة الواحدة. برغم من أنه قصة المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones بتقوم على الصراع بين شخصياته، بس هني اتفقوا على شيء واحد، وهو حصلهم للمركز الثالث بالأجور الأعلى بالحلقة الواحدة للأعمال التلفزيونية. فأميليا كلارك، نيكولاي كاستر والداو، بيتر دينكليج، كيت هارينغتون ولينا هيدي بيحصلوا على 500,000 دولار على الحلقة الواحدة، والشخصيات هي رئيسية بالمسلسل من بداية عرض موسمه الأول سنة 2011 بحسب موقع ديلي ميل. أما المركز الأول للنجوم الأعلى أجراً بالحلقة الواحدة فكان من نصيب الممثل الإيطالي الأصل روبرت دينيرو يلي حصل على 775,000 دولار عن الحلقة الواحدة عن دوره بمسلسل بعد ما اختاروا له اسم، وهو للمخرج ديفيد أو راسل. أما راسل يلي تعاون مع دينيرو بفيلم سيلفر لايننج بلاي بوك وفيلم جوي حل بالمركز الثاني للنجم الأعلى أجر بالحلقة الواحدة عن NCIS، ووصل أجره ل 525,000 دولار بالحلقة. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوهم زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.